بنرحب بحضراتكم معانا في راينو ايجيبت ال30، اكبر تجمع لاطباء الانف والاذن في مصر وفي الوطن العربي. بنوعد حضراتكم ان احنا زي ما اتعودنا بنقدم الماده العلميه على اعلى مستوى، افضل خبراء في العالم، محاضرات وانستراكشنال كورسز وكاديفيك ديسكشن. وما بننساش طبعا ان الشباب ليهم دور مهم جدا في تقديم يعني أعمالهم في المؤتمر. المؤتمر بيخاطب الشباب، بيخاطب الأطباء ذوي الخبرة، وبيقدم كل الأبديتس الموجودة في المجال. فإن شاء الله نلتقي معا في المؤتمر، وفي انتظار حضراتكم بإذن الله.